مرحبا بكم في هذا الموجز للأخبار من طيبة، وفيه نتابع معكم آخر التطورات المتعلقة بالوضع الصحي بتونس. هذا وقد أكدت وزارة الصحة في بيان رسمي لها تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. الحالة المسجلة اليوم هو مواطن تونسي يبلغ من العمر 36 سنة. بلغنا الآن قرار توقيف الدروس بدءا من يوم الخميس توقيا من انتشار العدوى. ننقل لكم هذه الأخبار وكلنا حزن وأسف على فراق أصدقائنا ومعلمينا والأجواء واللحظات الممتعة التي قضيناها في مدرستنا الحبيبة طيبة. ندعو الله أن يحفظنا ونعود قريبا إلى مقاعد الدراسة. احنا تلمينا باش نبداو نشوفوا معناها مع بعضنا كيفاش نجم نلقاو حلول بديله، كي معناها احنا التكنولوجيا تعرف طيبه نحكي برك انتم جيل معناها ان شاء الله معناها باش تكونوا جيل خير من الناس اللي اكبر منكم، باش تكونوا عندكم على بكري تستعملوا في وسائل تاع التكنولوجيا والانفورماتيك. دونك نحبكم تعرفوا واش معناها التعليم عن بعد، كيفاش نجم نتواصلوا مع العالم الكل واحنا بعاد. نقول اختي المكتب كامل اللي انتم عملتونا المشروع هذا عجبني برشا، وانا عم نشارك فيه وان شاء الله شكرا الناس كلنا فايزين ومستعدين لكل حاجه نتعملوا هنا ان شاء الله. الفتره هذه حكينا على التعلم عن بعد، اما من قبل نحكيو على التعليم الالكتروني ولا الاونلاين ليرنينغ، ولا نحكيو على البلاندد ليرنينغ اللي هو يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم الالكتروني. الحقيقه الاختيار نتاعنا كان على منصه كلاسيرا، وكان عنده تقريبا اكثر من عامين ونص الاختيار هذايا. كان فما تتويج لطيبة 2019 في المنتدى العالمي للتعليم المزاري، جائزة التميز أخيرا فئة أفضل انطلاقا للنظام لمدارس الطيبة الخاصة بتونس، يتسلمها نيابة عن المدارس الأستاذ عمر حسن طوهري. تمت دعوتنا من قبل كلاسيرا للمشاركة في معرض كاس الموجود في دبي. في كلاسيرا نجم نتخطاو الصعوبات هذيك، نخدمو دروسنا، نعملو واجبات بتاعنا، فيديوهات تعليمية، فيديوهات تفسرلك، المعلمين موجودين، أصحابك موجودين، نجم تحكي معاهم المعلمين تستفسر. حبيت نشكرك برشا على مجهوداتك، وحبيت نسألك الواجب عاشك ستي، نحبك برشا. بالعكس يا مريم، لا داعي للشكر، انت من يستحق الشكر وكل الشكر على كل هذه المجهودات في هذه الفتره. بالنسبه للواجب سوف نربطه الشخصيه بالقول المناسب لها، تعيني فقط بالنص الاخير الذي درسناه وستنجحين في الامر بالتاكيد كالعاده. حبك اكثر يا مريم، كوني بخير الى لقاء جديد ان شاء الله. بالنسبه لي كلاسيرا ابار اني نحضر الكونتوني نتاعي نجم نحطو في كلاسيرا اي جو بريبار مي لوسون، خليني زيدا نمشي ابعد من هكاكا، نحط مي لوسون، نبعثهم في لوميستي، نعطيهم عليهم واجبات. الواجبات هذه اصبحت ما عادش بشكل ممل انه تلميذ يخدم تمرين ويبعث للاستاذ، لكن بشكل تفاعلي انه يخليه يربح دي بوان، وحتى وقت اللي يصلح الاستاذ حتى هو زاد ياخذ دي بوان، وهكا تخلق التنافس بين التلامذه وتنافس بين الاساتذه في حد ذاته. وي حصلت على 16 نقطه. يس I have new good points. I have a new message. You've done a great job. You've got just one mistake in the second line. We have a word start. You have to change the E into A, S-T-A-R-T. Okay, thank you, sir. I will correct that mistake and send you another copy. كلاسيرا أيضا تعطينا الفرصة أن نقوم بمسابقات. المسابقات هذه تنجم تكون في عدد مجالات، تختتم بشهادة تمكننا منها من المنصة نفسها. الشهادة هذه الحقيقة كان عندها وقع إيجابي كبير على التلامذة، لأنهم حفزتهم وخلتهم يزيدوا يقدموا. احنا كمعلمين في المدرسة نتاعنا الحمد لله إن نجحنا إن نقوم بالتقييمات نتاع نصف الأولى والثالث، وكل مربي
نجرب يستغل الأسئلة اللي موجودين في كلاسيرا ويصوغها وينجز الاختبار متاعه كيف ما هو. كيفاش اليوم نجم نحكيه على اختبارات وقت اللي تلمذا كل واحد في دارهم؟ فالحمد لله أنه في كلاسيرا فما موديول متوفر اسمه E-Exam يتم التعرف على صورته من خلال كلاسيرا على الفيس ريكوجنيشن. الاختبار ما يتحل للتلميذ إلا ما يتأكد النظام أنه هذا هو التلميذ اللي الكاميرا متاعه محلولة، وثم أنه بمجرد ابتعاد التلميذ على الشاشة يتسكر الاختبار يقول له رأوا أنت مكش موجود، أو إذا كان يجيب حذاه شكون فيخرج له رسالة صوتية ورسالة مكتوبة على الشاشة ويسكر له الاختبار يقول له رأوا فما شكون بحذاك وتمشي رسالة للمشرف. فهذه الحقيقة كانت حاجة باهية، احنا السنة جربناها مع تلاميذ السنة السادسة، لكن ممكن الاستفادة منها لبقية الأقسام في العوام الجاية إن شاء الله. حاب نحكيكم على مبادرة مدرسة تونس الذكية. هذه مبادرة تمت بشراكة بين مجموعة من المتطوعين ومؤسسة كلاسيرا اللي صاحبت منصة كلاسيرا للتعليم الذكي، اللي أطلقت حملة كبيرة في العالم العربي اسمها التعليم لن يتوقف. وإحنا قلنا زيادة ليش ما نشاركوش فيها في تونس وكيف كيف نرفعوا شعار ذي متاع التعليم لن يتوقف. تلقى تلميذ من سيدي بوزيد وتلميذ من جرزيس ومن سليانة ومن الكاف ومن سوسة ومن ستير وتونس، يعني تلمذة من ولايات مختلفة، وهي تجربة فريدة من نوعها. I am from سيدي بوزيد. Nice to meet you. Hello, my name is Nahim. I am from تطاوين. حبينا نقول راهو اليوم النجم نقدموا حاجة تليق بنا كتوانسة وتليق بنا كناس مهتمين بشأن التربة. الحقيقة بالنظر إلى الإحصائيات اللي موجودة في كلاسيرا اليوم نجم نهنيه رواحنا ونهنيه كل المتداخلين في عملية تعليمية. لما نحكيه في الفترة بين 15 مارس إلى تقريبا 10 جوان نحكيه على أكثر من 3000 حصة مباشرة تأمنت يعني التلامذة. عدد المعلمين اللي خرطوا في عملية التعلم عن بعد كان وصل تقريبا 55 معلم 38 مشرف. عدد التلاميذ اللي كان حساباتهم مفعلة لكلاسيرا بين مدرستنا يعني في طيبة ومدرسة تونس الذكية وصل تقريبا 3000 تلميذ. نحكيه على 1500 واجب إلكتروني، لو مع العمل متاع التلاميذ وصلنا ل 127000 يعني تسليمة أو جواب من عند التلاميذ، أكثر من 20000 رسالة. فهذه الحقيقة نتائج تخلينا نفتخروا بالعملية التعليمية اللي قدمناها. انتم يعطيكم الصحه بالحق، خاطر فريمون سيتي انيشاتيف هايله برشا. شفنا كان الانتيري نتاع التلميذ وانه التلميذ يكمل القرايه نتاعه وكل شيء. حبيت نشكركم على المبادره هذه ياسر نجينا وياسر حلوه، وان شاء الله في ميزان حسناتكم خاطر فرحت الصغار على الاخر. ان شاء الله تكون هذه فرصه تخلي التوانسه يفخروا حتى الادارات التربويه نتاعنا في ظل الأزمة اللي صارت، حاولوا معناها إنه يكونوا إيجابيين وما يقعدوش فقط يعني نلعنوا في الظلام، حاولنا نشعلوا شمعة. الشمعة نتاعنا هي مدرسة تونس الذكية. عايشكم وربي ما يحفظكم. كل الشكر لكلاسيرا شريكنا في إنجاح هذه المبادرة. تعليمنا لن يتوقف.